مين خرجت من بابه وقررت ما تدخلوش تاني ابدا؟ بصي، انا خليني اقول لك على حاجه. انا لما تعبت وجات لي جلطه قعدت في البيت، اللي بيسال عليا بشكل منتظم اتنين، محمود حميده وسعيد حامد المخرج. الاتنين دول هم اللي بيسالوا عليك وبيطمنوا عليك. الباقي كله بيكلمني وبيقولوا لي عايزين يجي، بس ما حدش بيجي. اداء واجب للأسف. لكن اللي كانوا مهتمين بجد يعني دول عشرة العمر. يعني تعالي بصي لاي حد، هنيدي مثلا انا عامل معاه كام فيلم؟ كتير الحقيقه، معظم كتير.